يعني دعني أنقل هذا التساؤل الذي طرحه قبل قليل الزميل حسين خلال قراءته لتحلية الأسواق الأمريكية، بداية قوية بأكثر من 250 نقطة اليوم. هل هذا التذبذب الذي نراه في الأسواق، تذبذبات حادة بين الارتفاعات والانخفاضات، سوف تكون معيار التحركات المقبلة للأسواق العالمية؟ خلال الوقت الحاضر نعم، أعتقد أن هذه صفة جديدة في الأسواق، حيث أنها تصارع من الكثير من المشاكل ولا سيما مشاكل الصين، وكذلك احتمال وشيك لرفع معدلات الفائدة في أمريكا، وبالتالي هذا يعني أننا أمام أيام قوية مثل اليوم وأيام ضعيفة مثل الأيام القليلة الماضية، لكن لا يجب أن نشعر بسعادة غامرة تجاه ما يحصل اليوم، فنحن أمام فترة تقلبات كبيرة في الآونة الأخيرة. طيب بنجامين، يعني بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة بالنسبة للولايات المتحدة، برأيك اليوم شهية المخاطرة من أين تأتي؟ التدفقات عادة تنظر، أو إذا نظرنا إلى التدفقات في الأسواق الناشئة فهي تشير إلى أن بيانات المستوردات في الصين كانت ضعيفة جدا، وطبعا من الصعب أن نعلم إلى أين سوف تسير الأسواق بناء على هذه الأخبار، هل هي سيئة أم هي أخبار جيدة. هناك تعليقات كثيرة تشير إلى أن الأسوأ في الصين حيث طبعته قد بات وراءنا، وهذا الأمر أدى إلى انتعاش في الأسواق الناشئة وفي أسعار السلع، ومؤشر شانغهاي الذي يشهد تقلبات كبيرة انتقل من المنطقة السالبة جدا إلى المنطقة الإيجابية جدا عند الإغلاق. إذن يبدو بأن الأخبار السيئة هي أخبار جيدة إذا صدرت من الصين، ويبدو أن كما تقول السلطات بأن الأسواق قد بات وراءنا، وأن ما اتخذته السلطات الصينية من إجراءات بدأ يعطي النتائج ويخفف من حالة القلق التي سادت حول الصين. نعم طبعا كل العيون تتجه إلى الفيدرالي الأمريكي منتصف هذا الشهر فيما يتعلق طبعا باجتماعه و احتمالات رفع أسعار الفائدة من عدمها. نذهب إلى الأسبوع الماضي، كان لدينا تقرير سوق العمل، بيانات الوظائف، إذا ما قارناها بالقراءة المعدلة يمكن اعتبارها جيدة، فضلا عن تحسن الأجور، مستويات البطالة عند 5.1%. مع كل هذه الأرقام والبيانات الأسبوع الماضي، هل نحن فعلا نعود من جديد إلى احتمالية رفع أسعار الفائدة خلال هذا الاجتماع المقبل أم ماذا؟ أعتقد أن وجهة نظر السوق هي أننا لن نحصل على رفع معدلات الفائدة في سبتمبر، وأنا أتفق مع ذلك، فالتحديات التي تواجه العالم ولا سيما تباطؤ النمو وكذلك التباطؤ الاقتصادي في الصين، هذا الأمر يؤثر على بقية أنحاء العالم. طبعا الدولار كان قويا وأسعار السلع كانت ضعيفة، وكنا أمام تهديد بانكماش الأسعار الذي لا زال يخيم على الأسواق، وبالتالي لكي يمضي الاحتياطي الفيدرالي قدما في رفع معدلات الفائدة هذا الاجتماع، هم يريدون أن يروا أرقام وظائف غير زراعية جيدة، الرقم كان أضعف، لكن التعديلات السابقة أو على الرقم السابق وكذلك المعدل الوسطي للمكاسب الساعية ونمو الأجور كان جيدا، ورقم البطالة أيضا انخفض إلى 5.1% وهو قريب من التوظيف الكامل. إذن التوجه السائد هو أن الأجور لا زالت ضعيفة، وأرقام البطالة هي منخفضة بشكل مصطنع لأن نسبة مشاركة القوى العاملة لا زالت تتراجع. إذن يبدو وكأن الضغوط التضخمية التي يحتاجها الاحتياطي الفيدرالي وأرقام الوظائف لم تكن قوية جدا في ضوء أيضا التحديات العالمية التي تواجه
الاقتصاد العالمي، وبالتالي أعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع هذه المرة أو هذا الشهر، وهذا الأمر ساعد الأسواق على الارتفاع وبتسجيل هذه الأرقام التي نراها حاليا. يعني إذا نظرنا بنجامين إلى أرقام التوقعات بالنسبة للمستثمرين، فنلاحظ بأن نوفمبر أو عفوا أكتوبر وديسمبر ربما التوقعات هي أعلى بالنسبة لرفع مزويات الفائدة، وخصوصا بالنسبة لديسمبر. ولكن ألا تعتقد بأنه بحال الفيدرالي ترك مزويات الفائدة عند مستوياتها الحالية قد يخلق أيضا المزيد من التذبذب؟ يعني كل الآن قد ينتظر أو في حالة نقاش الفيدرالي سيرفع لن يرفع في الاجتماعات القادمة، وبالتالي هذا قد نشهد بالفعل، وهذا ما نشهده اليوم أيضا في الأسواق المالية. هل هذا سيخلق أيضا المزيد من التقلبات بنجامين؟ ألا تعتقد ذلك؟ أنت تطرح سؤالا وجيها، وأنا أحذر في جميع إجاباتي بأن القرار قرار صعب. التضخم منخفض والوظائف جيدة، وبالتالي القرار صعب على الاحتياطي الفيدرالي. كان القرار سهلا لو الوضع كان مختلفا، لكن نحن حاليا أمام وضع صعب وقرار صعب، وبالتالي إحدى التبعات غير المرغوبة لعدم رفع معدلات فائدة هي أن الأسواق قد تأخذ هذا الأمر على أن هناك شيء يقلق بخصوص الاقتصاد لدى الاحتياطي الفيدرالي، وهذا الأمر قد يفاقم حالة التقلبات. هذا أمر لا نعلمه، ولكن الاحتياطي الفيدرالي على الأغلب سوف يعود إلى الأساسيات ويقرر ما هو الأفضل بناء على التعافي الاقتصادي والوظائف والتضخم. وفي غياب التضخم وبما أن النمو الاقتصادي العالمي وأفقه في حالة تقلب، فهم يجب أن يكونوا حذرين في هذه المرحلة. لكن أنا بالتأكيد أعلم بعدم رفع معدلات فائدة، هذا الأمر لا يعني بالضرورة بأننا لن نحصل على تقلبات، بل سيكون هناك قلق لدى المستثمرين بخصوص موقف الاحتياطي الفيدرالي من التعافي الأمريكي إذا لم يرفعوا معدلات الفائدة. نعم سيد بنجامين، يعني مع التراجعات المستمرة في أسعار السلع منذ فترة ليست بالقصيرة، رأينا التأثر الكبير على صناديق قطاع التعدين والطاقة سواء في أمريكا أو في أوروبا أيضا. هل برأيك هذه الأسعار التي وصلت إليها الصناديق باتت مغرية للدخول أم ماذا؟ كلا، لا يبدو أننا أمام فرصة للشراء في السلع سواء للقرارات الاستثمارية أو صناديق الاستثمار. طبعا سوق النفط على ما يبدو هي ستظل في حالة أسعار منخفضة لفترة طويلة من الزمن نتيجة موضوع العرض النفطي الوفير، والكثير من أسواق الأسهم تحتسب $70 للبرميل من حيث تسعير أسهم شركات الطاقة. إذن هي لا تبدو حاليا رخيصة، ومنتجي السلع الكثير من الأسواق الناشئة وعملاتها تراجعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وبالتالي هذا التراجع في أسعار السلع لا زال لا يؤثر كثيرا على بعض الأسواق الناشئة. طبعا بناء على كل هذه المعلومات أعتقد أن هناك ضغوط هبوطية على الأسعار، ليس بالقوة التي كانت في السابق، لكن الضغوط الهبوطية حاليا على أسعار السلع تجعلنا نتجنب هذا القطاع في الوقت الحاضر. بنجامين في 20 ثانية، أي من الصناديق ترى فرص فيها اليوم؟ نحن نفضل أسواق الأسهم الأمريكية مقارنة مع الأسهم الأوروبية والصناديق اليابانية، لأن هناك حالة عزلة عما يحصل في الأسواق الناشئة، وبالتالي نحن نفضل الأسواق الأمريكية. السيد بنجامين غاتريدج، وأنت طبعا مدير الأبحاث بالنسبة للصناديق الاستثمارية في براون دولفين، شكرا جزيلا لهذه المشاركة. شكرا.